مساء الخير يا برج الميزان، للقراءة العاطفية، ويا رب تكون تنول يعني عليكم إن شاء الله. الشخص ده لو كانت علاقة عاطفية فهو حابب إنه ينفصل عنك لأنه حابب يبقى سنجل من الآخر، واخد قرار بجد مش هزار، فعلا قرار بجد، وشاعر بأن ده الحكم الصح، وده كان اللي المفروض يحصل. هو شايف أن ده اللي كان المفروض يحصل من الآخر، وهو عايز يبقى سنجل. إنما لو هو متزوج، يعني أنتوا متزوجين في علاقة زوجية، فممكن يكون عينه على حد تاني من الآخر كده، وعايز يروح يتزوجه بقى، وشاعر أن الشخص التاني ده هو اللي حلو يعني، عشان كده قافل على الموضوع خالص، عايز يقفل على الموضوع خالص، واخد قرار صريح يعني، لكن هو مجمد مشاعره قوي عليك قوي قوي. او برج الحمل، فده الطبيعي يعني من برج الحمل، وانت انت شاعر بان في شيء انهدم، في شيء انهدم، تعبان جدا يعني، ممكن تكون من كتر الزعل بتبكي مرة واحدة كده، تلاقي نفسك عيطت بدون أي هدف يعني، مش هدف يعني، لأ، لما بتفتكر مثلا مرة واحدة. طب هو شايفك ازاي في الوضع الحالي؟ شايفك ان انت تعبان. بص بقى يعني، بص الراجل ده جبروت، انت ممكن تكون عملت حركة زعلته منه، زعلت يعني، زعلته منك، ممكن تكون او عملت حركة قفش عليك، ممكن، ممكن مش ممكن، لا ليه ممكن. شايفك ان انت تعبان جدا 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 جدا، ممكن تكون يعني محسسه بان هو لو علاقة زوجية وانتوا بتشوفوا بعض في البيت، فانت ما بتنامش معاه في نفس الأوضة، وتعبان، وزي ما تكون مش بتترجاه، بتقول له طيب يعني نعيد تاني، نعيد حاجة، قال لك لا انا واخد قرار، انا عايز امشي لو سمحت، سيبني امشي. بص انت شايفه ايه؟ انت شايفه ذا الصمم، ذا الصمم دي بقى اللي انا هتأكد منها، دي اللي انا هتأكد منها، هل هو معاه طرف تاني ولا لا. طبعا لو مرتبطين ممكن يكون عايز يخلع من هذه العلاقة ويروح لحد تاني، بقول يخلع ده يخلع. انت شايفه ان هو قرر الرحيل مرة واحدة، هو بالظبط كده ده اللي حصل، مرة واحدة عمل لك الوش ده بدون أدنى سبب، بدون أدنى سبب. أنت ممكن تكون ما عملتلوش حاجة، عشان كده أنت تعبان قوي، أنت بتقول هو إيه اللي حصل، وقرر يمشي بدون إبداء أسباب لوحده كده. ممكن يكون عمل لك بلوك، لأن على ممكن يكون بالظبط، ممكن يكون عمل لك بلوك وباصص لحاجة تانية، انت شايف ان هو باصص لحاجة تانية ومتكبر عليك، ممكن يكون ما بيردش عليك لما تيجي تكلمه، عشان كده هو شايفك ان انت تعبان. انت ممكن تكون بعت له مسجات تقول له ليه عملت معايا كده، ليه مثلا، بتبين له يعني ان في مشكلة، انا تعبانة او انا تعبان، انت تعمل معايا كده ليه يا اخي. فهو شايفك ان انت تعبان من غيره، ولكن هو مستمر في تحركاته. طيب ايه الخطوة اللي ياخدها؟ الخطوة دي أنا مش حباها خالص، و الخطوة اللي هياخدها الشخص ده لو زوج هيطلق، هيكسر قلبه، لأن هنا كارت المأذون، وأنت هتوافق على الطلاق ده. لو زوج وفجأة كده قالك أنا عايز أطلق، طب ليه يا عم؟ طب ولادنا، الولاد حرام عليك، اهم طفل في بينكوا اطفال، انت عايز تطلق ليه؟ انت عايز تطلق، تطلق ليه؟ ليه عايز تطلق؟ تطلق قصدي. ده مستقوي قوي، ده جبروت، ده عايز ياخد قرار الانفصال في اسرع وقت، في اسرع وقت. و ممكن يكون، بص ده كوين اوف فانوس وكوين اوف بنتاكلز، الشخص ده انت ممكن تكوني عارفه واحد بس، انا هقول لكم على سيناريو ظهر لي فجاه كده.
الشخص ده متزوج مش بيكي، اتس اوكي تمام، وقرر مرة واحدة انه ينفصل عنك. ليه؟ عشان هو شاف ان اللي حصل بينكوا ده ظلم لعيلته، وقال لك انا اسف جدا انا مش هينفع اكمل معاكي. قلت له حرام عليك، طب واللي بينا؟ طب وبتاع؟ لك لا انا عايز امشي لو سمحت. عشان كده هنا في علاقة ثلاثية، في زوجة اهي، في زوجة في النص، هو شايفها ان هي ظلمها، شايف ان هي ظلمها. الزوجة دي ممكن تكون برج ترابي او ناري، وممكن تكوني زوجة ثالثة، وممكن تكوني طرف عادي ارتباط. فقال لك مرة واحدة كده انا ماشي. انت شايفاه ان هو عمل الحركة دي عشان عياله، عشان هو عنده طفل، عنده بيبي، وقرر ينسحب من هذه العلاقة لانه فكر كتير قوي وحس ان هو متكتف مش عارف يبقى معاكي ولا معاك. انا بقولك ده متجوز، راجل متجوز، ممكن تكوني اكتشفتي انه متجوز، عشان كده انت ماشية وتعبانة جدا. القرار اللي انت هتاخديه اذا عرفت، وده قرار حكيم اكيد، بس ممكن يكون مأذون، ممكن تكونوا متجوزين كزواج السر، بس انا هخليها برضو على علاقة عاطفية فهتبقى انفصال برضو. بالظبط بالظبط، انت هتقرري ان انت تقفلي الشابتر بكل بساطة. الشخص ده مش قابل منك اي عروض خالص، تقدمي له عرض لا، وحتى هو لو قدم لك اي عرض مش هتوافق اصلا. وقررت ان انت تجملي مشاعرك وتقفلي العلاقة دي خالص، انت او انت قررت ترحلي. لو هي زوجة فهي خايفة من جوزها، اهو بتفكر في جوزها، فكرت في جوزها، راجعت نفسها وقالت ان انا اللي بعمله ده حرام وعيب، حرام ان انا اكون بكلم راجل من جوزها. انا في علاقة زواج في الموضوع، بس لو مش علاقة زواج خالص وارتباط، فالشخص ده عنده طرف تالت، وحاسس ان الطرف التالت ده اتظلم معاه قوي وقرر ينهي معاك انت، وانت حاسه بانك قدمتي له عروض كتير قوي ومش راضي وباصص لحاجه تانيه، فهتقفلي الشابتر ده خالص من حياتك. شايف العلاقه دي بينكو ازاي؟ شايفها العشر سيوف على فكره الشخص ده هقول لكم، الشخص ده على فكره من بره بيظهر ان هو مية مية، ولكن من داخله يظهر العكس. ايوه بالظبط، الشخص ده تعب من حوار العلاقة الثلاثية دي خالص، وقال لك ايه بقى، لا يمين ولا شمال، انا تعبت، انا مرة هنا ومرة هنا، انا تعبت، تعب خلاص، تعب من زوجة فيها اولاد ومع واحدة تانية، او تعب من واحدة شاب عادي مع اتنين، فتعب وحاسس ان العلاقة دي كان فيها مش طعنات، كان فيها الام مش عارف يوازن نفسه. هو تعب، واحد دايم على الارض تعب خلاص، جاب اخره، هو جاب اخره وعايز يستريح ويرحل بقى، يرحل، فقرر الرحيل. انت شايفة ان العلاقة دي كانت الكينج اوف كابس، يعني كانت علاقة كلها استقرار، عشان كده انت زعلانة قوي، وهو قلب عليكي، قلب عليكي مرة واحدة، او قلبت عليك مرة واحد، يعني مرة واحدة كده قلب عليك وقال لك انا عايز امشي. يا بنتي انت مش قلتي انك مثلا مش حابه الوضع ولا لا؟ انا عايزه امشي. فاقت كده مره واحده، او فاق مره واحده، اه بالظبط، ايوه انت كنت، ايوه انت شاعر ان العلاقه دي كان فيها حاجات حلوه قوي، كان فيها كل حاجه حرفيا. لو زوج بقى صح زي ما انا قلت كده، زوج يبقى كان موفر لك كل حاجه، الزوج ده كان موفر لك كل حاجه، وكان عامل لك استقرار، وكل حاجه كانت عندك، كل حاجه كانت فيه، انت كنت بتحبيه قوي قوي، مش حب طبيعي يعني، ده الكينج اوف كابس، كنت بتبادليه شعور رائع يعني، وهو كمان كان شاعر معاك بالاستقرار. لكن احيانا الانسان ضميره بيصحى،
هو ضميره صحي. بالظبط، ضميره صحي فجأة، وحس ان هو ظالم حد معاه ومتجه ليه. هي علاقة ثلاثية، في طرف تالت في العلاقة لو انت ما تعرفيش، ولو ممكن يطلع متزوج وانت مش كنتيش متجوزة ولا حاجة، انت في علاقة مع حب، متزوج وعنده طفل، وكان مخنوق جدا من ان ممكن يكون كان بيكلمك على الطفل ده كتير، يقول لك انا خايف اظلمه وانا وانا. طب النصيحة ايه بقى يا برج الميزان؟ النصيحة بتقول لك ايه؟ النصيحة بتقول لك ارجوك انظر الى الامام وارحل من هذه العلاقة. بص الكارت ده مش شبه الكارت ده، بس في حاجات مشتركة. اقول لك العلاقة دي كان فيها استقرار، صح مش هكدب عليك، وكنت شاعر فيها بانك الكينج، صح برضو مش هكدب عليك، ولكن احيانا كثيرة لازم نرحل من العلاقة، من العلاقة دي لازم، في شيء ناقص العلاقة دي. ايه هو؟ الامان مثلا، لان ما يكون شخص متزوج وعنده عيلة عمره ما هيبقى فيه امان. انا دماغي ده في البيبي، دماغي في عيالي، دماغي في الزوج. ممكن تكون مراته عرفت، على فكرة انا عايز اقول لك المفاجأة، مراته ممكن تكون عرفت وقالت له طلقني، وحس ان هو هيطلقها وفي عيال. لا لا خلاص بقى اتعدل، همشي عدل. هي حاجة حلوة ان الزوج يرجع لزوجته، ولكن في قلب بينكسر هنا، في ناس شاعرة ان هي بتموت من الالم، وانت بينتي له بما فيه الكفايه انك تعبانه. فالنصيحه بتقول لك امشي حتى لو زعلانه، بص لقدام، حتى لو زعلان متضايق من اللي حصل بص لقدام امشي. مش دي العلاقه اللي انت هترضيك، العلاقه دي مش فيها كل حاجه. طب هل في شيء جديد ممكن ينجي لبرج الميزان بعد العلاقه دي؟ دي حاجة عامة طبعا، يعني ممكن تتحول، ممكن لا، مش محدش يجي يقول لي محدش جالي. انت هتشيل الام الماضي، هاي برج الميزان. طب خلاص هي فتحت كده. انت في عرض جاي لك، ولكن العرض متوقف، في حد مقدم لك عرض، شوف بقى دور حواليك. عشان كده الكابتن بيقول لك بص بص قدام، بص قدام عشان في حد مقدم لك عرض. بس تقريبا كده ممكن يكون كان عارف انك في علاقة وخايف، فحاول تديله اي لمحة كده. برج الميزان باينه جدا، يعني هذه العلاقه علاقه ما فيهاش استقرار من ناحيه الامان، ولكن انت كنت شايف اللي فيها، انت كنت شايف كده. ياما بنشوف حاجات بتطلع غلط عادي، ولكن اعلم جيدا ان هذا الطرف لو بعد عنك، اسمع بقى، بعد عنك، بعدت عنك، تمام، راجل وست مره واحده، لان انت شاعر بالغموض. الشخص ده قفل عليك ميه ونور من غير ما يقولك حاجه، اهو الشخص ده متزوج، عنده علاقة ثالثة، في منها أطفال أهو، وقرر يستعيد العلاقة القديمة دي تاني. ممكن يكون كان مطلق ورجع، لو أنت ما تعرفش يعني، ممكن تكون أنت على علم بذلك وسابك بقى في الحيرة دي، وعارف على فكرة إن أنت كنت بتحبه قوي وسابك، لكن الطرف ده شخص ما عندوش